إنها أرض التناقضات. يعد الجنوب الجاف وجهة السياح المفضلة الذين يستمتعون بشواطئ الغرب المشمسة. عند التوغل أكثر في البر تنعم التلال الخفيفة الانحدار ومروج الرعي بالمناخ القاري. هذا هو قلب البلد الزراعي. وعلى الساحل الغربي العالي الإنتاج تطغى مدينتان تاريخيتان لهما ميناء، وهما بورتو والعاصمة لشبونة. تحمل شوارع لشبونة مفاجأة خاصة لسكان المنطقة كل عام، حيث تزهر صفوف لا نهائية من أزهار الجاكراندة البنفسجية النابضة بالألوان. لقد حل الربيع. تستعد البلاد في الربيع لتدفق الزوار السنوي الهائل. في المتوسط يساهم قطاع السياحة في البرتغال سنوياً ب20% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. وفي بورتو يختبر الزوار فخامة جسر دوم لويس الأول الذي بني في القرن 19. البرتغال هي أمة ذات ارتباطات وثيقة بالمحيط. من بين سكانها البالغ عددهم 10,300,000 نسمة، يعيش أكثر من 60% بالقرب من المناطق الساحلية، ويتواجد العديد منهم في العاصمة لشبونة. تقع هذه المدينة القديمة عند منبع نهر تاجة، وربما تعد ميناء استراتيجيا منذ أكثر من 3,200 عام. إنها واحدة من أقدم المدن في أوروبا. يقع مركز المدينة التاريخي على الضفة الشمالية لنهر تاجة، ومن الأعلى تحول المدينة بأكملها إلى لوحة فنية عملاقة. هذه هي كالسادا أرتستيكا بورتيغيزا، وهي أرصفة فسيفسائية مصنوعة بشكل معقد من الملايين من قطع الحجارة المقصوصة يدوياً. بدأ شغف لشبونة بالأرصفة المبلطة في أربعينيات القرن 19 مع بناء ساحة روسيو المذهلة. بحر شاسع من الأمواج المتعرجة التي تخدع البصر. حظيت الأرصفة المزخرفة بشعبية كبيرة لدرجة أنها استخدمت في العديد من مشاريع التعبيد الجديدة المرموقة في لشبونة كساحة كامويش وصرح الاكتشافات. مع تقدم أيام العام يظل التغير الفصلي طفيفاً في معظم أرجاء البلد. يمتلئ الغرب بالسياح التواقين للاستمتاع بالشواطئ الرملية في المنطقة بالشكل الأقصى. لكن عند التوغل إلى البر القاري تصبح السهول المتعرجة والأعشاب الخضراء الحيوية جافة وعطشة. حان وقت الحصاد مع قدوم الصيف إلى البرتغال. تشكل منطقة ألنتيج الواقعة في جنوب البرتغال حوالي 30% من مساحة البلد بالكامل. يمتلئ المشهد الرعوي ببساتين الزيتون والقرى الهادئة أعلى التلال، كما أن سهول القمح الذهبي الشاسعة تجعل هذه المنطقة تلقب بسلة خبز البرتغال. وينمو هنا محصول صيفي لا يعتبر جزءاً من أساس تركيبة المنطقة فقط، بل الأمة كاملة. توجد 14 منطقة إنتاج موزعة في البرتغال، وتبرز إحداها من الأعلى، وهي منطقة دورو الواقعة شمالي البلاد. بدلاً من حقول ذات أشكال هندسية،
تمتلئ منطقة دورو بأنماط غريبة متقاطعة على شكل حلقات ودوامات كأنها بصمة موضوعة على الطبيعة. عند النزول إلى الأسفل يتبين أن الدوامات في الواقع عبارة عن مدرجات زراعية شديدة الانحدار معلقة بأطراف الوديان شبه الشاقولية وتتبع مسار النهر في الأسفل. هذا الحقل الذي يبدو منحدراً إلى حد لا يصدق وموطن أحد أشهر صادرات البرتغال. مع اقتراب انتهاء الصيف وتدلي حبات العنب الممتلئة بتثاقل على الكرمة يحين وقت الحصاد في وادي دورو، لكن يواجه منتجو العصير هنا مشكلة فريدة من نوعها لا تواجهها معظم الكروم ذات نطاق السوق الواسعة. لا توجد مساحة كافية لدخول الجرارات في مدرجات وادي دورو الزراعية ذات الطرف الشديد الانحدار، لذا يجب قطف كل العنب باليد. لا يستطيع فريق ديفيد الصغير قطف كل عنب الكرم دفعة واحدة، لذا يعتمد الحصاد على استراتيجية توقيت ووضع أولويات دقيقة، وديفيد نفسه هو العقل المدبر لها. يتفحص ديفيد الكروم يومياً ويقرر إلى أين عليه أن يرسل فريقه في اليوم التالي. في حال لم ينتبه إلى الكروم الناضجة قد يفسد العنب فيها سريعاً، فلا يتم اتخاذ أي قرار هنا بناء على نزوة. نتذوق العناقيد ونراقب نمو العناقيد ونفكك حبات العنب بأصابعنا لنرى تطور اللون، ومن ثم نختار يوم البدء بالقطف بناء على ذلك. كان هذا اليوم موفقا. بعد ساعات من العمل الذي يقصم الظهر حصد عمال القطف 340 كيلوغراما من العنب الناضج بشكل مثالي، كرما بعد كرم وصندوقا بعد صندوق. يجلب ديفيد وفريقه هذا المحصول الهش إلى المصنع. يحظى منتج بورت بشهرة عالمية، لذا جلب هذا الجزء الصغير من البرتغال إلى بقية العالم هو مصدر فخر كبير لنا. مع نهاية موسم الحصاد تنبئ لسعة البرد في هواء الوادي ببدء تحول مذهل. يبدأ لون أوراق الكرم بالتبدل وتتلون سفوح التلال بالأحمر، وفي لشبونة تتجرد أشجار قلعة ساو جورج الخضراء من أوراقها الكثيفة، وينطلق السياح المصيفون في رحيلهم الجماعي مع قدوم الخريف. يمكن قراءة مباني لشبونة القديمة كأنها كتاب تاريخ. تظهر ممرات قلعة ساو جورج المميزة جذورها المغاربية التي تعود للقرن الحادي عشر، وتشير الأقواس العالية في مبنى كارمو إلى فن العمارة من الزمن القوطي، كما أن التفاصيل المغربية والفينيسية في برج بلم تربطها بعصر الاستكشاف في القرن السادس عشر. لكن يبدو أن هناك بناءً واحداً مشيداً على التلال المحيطة بلشبونة يكسر كل القواعد. قمم تلال سنترا الباردة الواقعة على بعد 30 كيلومتراً خارج المدينة هي مكان سكن أرستقراطيي البرتغال منذ قرون. عندما نخترق الغيوم نرى شيئاً مذهلاً، قصراً يلمع كالمشكال بألوان متنوعة نابضة بالحياة. هذا هو قصر بينا. يبدو كأنه حلم من القصص الخيالية عند رؤيته من الأعلى. تصطدم كل القبب والأبراج والمتاريس في دوامة من الكتل الملونة والأنماط التاريخية. يبدو قصر بينا كأنه نتاج عمل قرون من إعادة البناء والتصميم على يد مهندسين معماريين مختلفين، لكن تم بناء هذا الخليط الانتقائي من الأنماط المعمارية دفعة واحدة ولسبب وجيه جدا. في العام 1836 تزوجت ملكة البرتغال ماريا الثانية أميرا ألمانيا اسمه فيرديناند، وكان فيرديناند بحاجة إلى كسب تأييد رعاياه الجدد، لذا شيد قصر بينا كرسالة حب لتاريخ بلده المتبنى. من الأعلى
تظهر أجزاء لفتة فيرديناند واضحة، تعكس الأبراج القوطية الحديثة والمانولينية الحديثة أصداء قصور ملوك البرتغال العظماء السابقين، بينما تعكس القبب الإسلامية الحديثة قرون الوجود المغاربي، كما أن الجدران مغطاة بنماذج هندية حديثة وبحرية من عصر الاستكشاف، عندما أبحر مستكشفون برتغاليون في أول طريق بحري يصل أوروبا بآسيا. كان قصر بينا بمثابة إثبات قدمه فيرديناند على أنه أجرى بحثاً مفصلاً عن تاريخ البرتغال، وأنه جاهز للجلوس على العرش كقائد للشعب البرتغالي. جنى فيرديناند ثمار تعبيره العظيم عن حبه للبلد، حيث أحبه الشعب البرتغالي، كما أن العائلة الملكية أحبت القصر أيضاً واستخدمته كسكن صيفي لأكثر من 60 عاماً. في شمال وسط البرتغال على بعد 130 كيلومتراً جنوب شرق بورتو تقع بلدة فيزيو. عند إلقاء نظرة أقرب إلى شمالها يظهر شكل غامض في الأرض، إنه مثمن عملاق ذو أضلاع مستقيمة ومنتظمة، ويطوق أرضاً مساحتها 38 هكتاراً. اسمه كافا دي فيرياتو، وهو عبارة عن تلة اصطناعية على ارتفاع 7 أمتار ويتجاوز طولها 2 كيلومترين. تعد الأسوار الترابية من الحصون القديمة المعتادة، ويعتقد العديدون أنها أثار قاعدة عسكرية رومانية. تبدو كافا أكبر بكثير من أن تكون حصناً عسكرياً، لكن إن لم تكن قد بنيت من أجل الحرب فماذا يمكن أن تكون غير ذلك؟ تعتقد كاترينا أن كافا قد تكون مدينة مسيحية قديمة ذات دار عبادة من العصور الوسطى قائمة في منتصفها. في نهاية العصور القديمة تم دمج شكل المثمن في بناء بعض دور العبادة، وتعتقد كاترينا أن الأشخاص الذين بنوا كافا قد أخذوا هذه الفكرة إلى حدودها القصوى، حيث طوقوا مدينة كاملة بهذا الرقم المميز عندهم. مع انخفاض درجات الحرارة يهبط على العاصمة لشبونة ضباب بحري كثيف تشكل في المحيط الأطلسي، حيث يستقر الشتاء في أرجاء البلد. البرتغال هي أمة ذات تقاليد بحرية راسخة، يستهلك البرتغاليون كمية أكبر من السمك بالمقارنة فرداً لفرد مع أي أمة أوروبية أخرى، وما يزال الساحل الممتد على مسافة 800 كيلومتر يعد شريان حياة البلد. يقع ساحل البرتغال في التخم الغربي الأقصى لأوروبا القارية. تعبر الرياح والأمواج المحيط الأطلسي دون وجود عوائق، مما يشكل أمواجاً قوية. وتتلقى شبه جزيرة بينيتشي الواقعة على بعد 100 كيلومتر شمالي لشبونة والبارزة على شكل إبهام ضربات المحيط الجبار بشكل مباشر. تعد شبه جزيرة بينيتشي واحدة من أكبر موانئ الصيد التقليدية في البرتغال، وواجه الصيادون هنا أمواج الأطلسي العنيفة منذ قرون. والآن يسعى مشروع هندسي جريء جديد إلى توحيد صفوفهما، مشروع يهدف إلى استخدام قوة أمواج بينيتشي المدمرة لتوليد الكهرباء. خلال أشهر الشتاء تواجه معظم سواحل البرتغال الوعرة غضب المحيط الأطلسي العارم، ويوجد مكان واحد ترتفع فيه الأمواج الشتوية بشكل أكبر بكثير من أي مكان آخر بسبب طفرة جغرافية غريبة. هذه نازاري. في الظروف الجوية المناسبة تتكسر على المنحدرات أسفل البلدة أمواج عملاقة تصل إلى ارتفاع بناء مؤلف من 7 طوابق، وهذا ما يجعلها وجهة مفضلة لدى راكبي الأمواج العملاقة. سر هذه الأمواج التي تحطم الأرقام القياسية يكمن في قاع البحر.
تتشكل أمواج نزرعي العملاقة بفعل أخدود ضخم تحت الماء، وهو أعمق من الأخدود العظيم في أمريكا بثلاثة أضعاف. تمر الأمواج الكبيرة عبره باتجاه شاطئ البلدة الشمالي كأنه قمع، وتندمج هنا مع الأمواج العادية لتشكل أمواجاً أكثر ارتفاعاً بفارق هائل. عند التوغل إلى بر ساحل البرتغال الشهير، يزداد المظهر الشتوي دفئاً معلناً بدء واحدة من أبكر عمليات تفتح الأزهار الزراعية في البلد. تعد ألنتيج قلب البرتغال النابض في الجنوب، يطغى على المنظر الطبيعي المساحات العطشة التي حرقتها الشمس، لكن تشق بقعة زرقاء طريقها عبر الريف. هذا حوض الكيفا الذي يروي الطبيعة المحيطة. المناخ والمصدر المائي يجعلانها المنطقة المثالية لازدهار نوع خاص جدا من النباتات. من الأعلى تتخلل الأرض صفوف متتالية من الأشجار المتماثلة. هذه بساتين اللوز الشهيرة في ألنتيجو. كي تنتج أزهار اللوز المكسرات، يجب أن تلقح بحبوب الطلع أولاً. تتفتح أزهار الصفوف المتتالية من أشجار اللوز كغطاء أبيض شاسع يمتد نحو الأفق. تتساقط البتلات كالثلج خلال هذا التحول البديع. الآن بعد تفتح الأزهار، يمكن للنحل أن ينتقل من زهرة إلى أخرى بحثاً عن الطعام، ويخصب النباتات أثناء ذلك، ويحرص على أن يحمل كل برعم حبة مكسرات. فبفضل رحيق اللوز الباعث للحياة، يحصل النحل على دفعة طاقة في الوقت المناسب لقدوم الربيع كي يستعد لمهمته التالية في موقع آخر من الطبيعة البرتغالية.